أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها. السلطات الليبية تضبط 60 مهاجرا سودانيا على الحدود. إيطاليا تخصص 16 مليون يورو لمساعدة المهاجرين في ليبيا. والأهلي طرابلس يصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية. أكدت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمة الإنسانية أن السلطات الليبية ضبطت أكثر من 60 مهاجراً من الجنسية السودانية دخلوا إلى الأراضي الليبية عبر الطرق الصحراوية، مضيفة أن أغلبهم يحملون بطاقات طلب اللجوء من المنظمة السامية للأمم المتحدة في مصر. أعلن جهاز الشرطة السياحية اكتشاف موقع أثري يعود للعهد البونيقي قرب المدخل الشرقي لمدينة الزاوية بعد تلقي معلومات عن العثور على موقع يشتبه في كونه أثرياً من قبل أحد المواطنين أثناء مسحه وجرفه قطعة أرض خاصة به. باشرت نيابة باب بن غوشير التحقيق في الحريق الذي شب بمبنى محكمة طرابلس، حيث أكدت النيابة العامة أن المحقق عاين الأشياء وسجل مبلغ الأضرار المادية الناجمة واستعان بأهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوب الحريق، ثم أجرى استجواباً للقائمين على إدارة العمل لتحديد الأضرار المتعدية إلى الأوراق القضائية. أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تخصيص 16 مليون يورو لكل من ليبيا والنيجر دعماً لمكافحة الإتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة، موضحة أن هذا المبلغ يستهدف دورات تدريبية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين. وقعت جمعية الهلال الأحمر الليبي اتفاقية شراكة مع الصليب الأحمر الألماني في تعزيز العمل الإنساني في ليبيا ودعم المجتمعات المحلية وفتح آفاق جديدة للتنمية، مضيفة أن الاتفاقية تعزز قدرة الجمعية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس إلى مدينة أبها السعودية للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية البطلة، حيث سيلتقي بنادي الهلال في المباراة الافتتاحية في 27 من يوليو الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.